ورقي شوب عبارة عن سوق إلكتروني بجمع الحرفيين اليدويين اللي موجودين عنا في الأردن إنهم بيبيعوا المنتجات تبعونهم أونلاين. نحنا منساعدهم في العملية بإنه ناخد الصور بطريقة احترافية، بعدين منكتب لهم الديسكريبشن من الوصف تبع المنتجات بأسعارها، وبعدين منطلعهم عنا على المنصة نعملهم عملية التسويق. عنا طريقتين للدفع، كاش اون ديليفري أو الأونلاين بيمنت، وعملية التوصيل كمان بتكون عن طريق أرمكس. هلأ هم بياخدوا وقت عبين ما يطلعوا الديزاينرز أونلاين، فنحن مبدئياً بنكون عم نسهلهم هذه العملية، بالإضافة إنه التكلفة تبعتهم كتير بتكون عالية، فهي بتاخد الوقت التكلفة والجهد من عنا. هلأ نحن مبدئياً عم نشتغل على عملية منظمة من ناحية الديزاينرز نفسهم نطلعهم عنا أونلاين، ومن ناحية كيف نتعامل كمان مع الزبائن تبعونا. هلأ البروسيس هذه نحن مبدئياً عم ندرس فيها على أساس إنه نلاقي الإشي الأنسب حتى نتعامل أو نوحد إشي ستاندرد لهدول الديزاينرز.